فريز دي بتلاقيها على مرايه العربيه. انا بكره السواقه جدا، بكره السواقه، ودايما فكره العربيه اللي ورايا دي مش هي مش عربيه يعني، هي في المرايه مش حقيقيه، مش حجمها الحقيقي، مش قربها الحقيقي، فدي حاجه بتتربني جدا. اوكي، فدي علاقتي بالكاميرا يعني، هي كل الايمجز، كل الحاجات اللي بمشي بيحصل لي معاها تفاعل في الشارع. هي مش كده، هو انت لو دخلتي هتلاقي لايرز 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 لايرز، هو ده بس ريفلكشن بتاعها من بره. فبحس مراية العربية بتريبريزنت ماي لايف انتاير دلوقتي يعني. السيريز دي معمولة عشان المعرض هنا مخصوص، دي كمان التانيين سكتشز معمولة على مدار السنين من 2013 لغاية دلوقتي. كل سكتشز ليها علاقة وليها علاقة بالسايكولوجيكال ستيت اللي أنا كنت فيها وأنا في اسكندرية، والسايكولوجيكال ستيت اللي أنا فيها بعد ما مشيت من اسكندرية. هي دايما العلاقة ما بتتكسرش، فاهمة؟ دايما في مقارنة ما بينها وما بين أي مكان تاني، لأن ده المكان اللي أنتي اتولدتي فيه وكبرتي فيه، فدايما موجود، فدايما في كومباريزن. دايما الحاجات اللي فيها نوستالجيا فيها حتة كده إيه pain يعني، it's colorated with pain، فاهماني؟ ففكرة إن push myself to paint this style again على big scale كان فيها حالة revisiting النوستالجيا، أو حالة revisiting الستيت القديمة اللي أنا كنت فيها اللي أنا خلصت منها. بس I have to recognize that it is there، فهمها عشان أعرف move on على ground نظيفة.